سخن زين يا عامر. اي عمار يا مرزوق تحرك اجري. ماتش مع زامبيا نهار الخميس. ماتش اليوم عمل اخويا اليوم عندنا ماتش ان شاء الله اذا كتب ربيع مع زامبيا. ايوه عاد غلبوها. ايوه ان شاء الله مقررين بربي ان شاء الله. هاك يقول لك نجيبوها مع زامبيا شيك نجيبوها اخويا. احنا لازم الليله لازم نفرحوا بالماضي. الليله زامبيا تهبط الليله بالماضي شرفنا الليله. راه الماتش تاع الثلاثي الخطير اوليدي الليله. يا دادا مرة حمزة دربوني له دايرو نحب المولودية انا مولودية العاصمة. كيفا اخويا هيا قوزي هيا هيا خضر هيا 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 انا عاجبني قلبوني تاع حمزه. شرق له اسمع يا والله في نعمه اخويا. واش راك لاباس يا اخويا؟ الحمد لله والله الى رجاء لعبنا يعني ما عادش يعني الله يبارك. التصريحات اللي راح تصرح الجمهور حق رقم على بالكم بيا في الماتشات اللي فاتوا حللني بالماضي بصح ما تفهمش شنو ميه في الشومه. وشنو الفكره بيناتهم؟ ما الشومه انا ما عطاني الشومه. الشومه انا حللني حلوني في قطر عملوه انا ما حبيتش انايا. عطاني نفس الشومه هو على قطر. كيفاش انا نبقى هنايا ونخلي قطر انايا اغلى شومه؟ انا فضلت البقاء وما تروحش ليه يا خويا. دروك الا كان يرضيني الا كان يرضيني ويعطي لي الشومه اللي قالوا عليها اصحاب قطر لا لا خلنا نبقى في الجزائر. وش من نادي وش من نادي راك تلعب فيه؟ يا خويا الفناجيل انا حصلنا عليهم والعقوبة للكاس ان شاء الله. ان شاء الله اللي صفاتنا الفنجال نطمعوا بها الكاس ان شاء الله. والحمد لله لك يا ربي. هاك سنينا احنا سي عامر عاد ستيلو يا خويا ان شاء الله ما عندنا ستيلو. اي راكم خايفين.